مرحبا، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. اليوم راح نروح للشموع وعالم الشموع، العالم اللي له سحر خاص أكيد، وبيعطي رونق لحياتنا ولأيامنا ولأوقاتنا من أشياء كتير بسيطة. منقدر نصنع ديكورات لأفكار كتيرة، أعطي بس العنان لمخيلتك مثل ما بيقولوا، ورح يطلع معك شي كتير، شي ما له نهاية. أنا استخدمت بديكوري هيدا الخيط، طبعا بيجي منه ألوان، أنا حبيت هيدا اللون، بيمشي مع الكل يعني، بس انتي فينك تجيبي مثل ما انتي عندك او شو متوفر وشو بتحبي، شو الالوان اللي بتحتاجيها بديكورك. انا عندي هاي كمان زينت فيها، هلا بنشوف كيف زينا الشمعات. انا عندي هاي يعني اشياء صغيرة بتصنع عندك، تعطيكي أفكار إلى ما لا حدود، يعني عن جد ما له حدود وما له نهاية. مثلا هيدي شمعتي، بتشتريها بيضة عادية ما عليها أي ديكور. أنا عملت لها هيدا الديكور ليمون، لأنه رح يعطي ريحة أكيد. الليمون مميز بأنه منعش، يعني له انتعاشه الخاص، ونجمة اليانسون منه ريحة ومنه ديكور. هاي واحدة منهم، بعد ما لفيت عليه الخيط هيدا ولزقتهم. الليمون او البردقان اذا ما بدك تجيبيه جاهز فينك انتي بالبيت تجففي. انا عندي هيدول مثلا، بيعطي شكل بيعطي ريحة. وعندك هون هاي نجمة اليانسون، والقرفة او الدارسين، هيدول يعني انعاشهم وشزاهم مميز. هاي الشمعة جبتها جاهزة ما لها اي شي، بس الا غطاها. من غطاها حطيته ولزقته تحت ليصير له قاعدة، وكمان بخيطنا هيدا مع تزيينة كتير بسيطة بالقرفة بالدارسين. وهيدي رفيقتها نفس الطريقة، لفيت الخيط حواليها مع نجمة اليانسون. يعني هيدول كتير سمبل هيك ناعمين، يعني ما إلهم أي تعجيق. هلأ هاي للناس اللي بتدور على الشي اللي من الطبيعة. هيدا خشب ملون كتير، عطى شكل حلو مع الإزازة اللي كمان جاي على خضر، كتير كتير حلوة. انتي وأفكارك تتحرك، بدنا ننتبه، انتبهوا كمان ما يكون في أطفال بالبيت. الخشب أنا بجيبه بهاي الطريقة، بيجي هيك جاهز، بحب أنا هيك أشياء. يعني هيدا كله طبيعي وإلو يعني منظره الخاص، إطلالة في إطلالة في بهجة. هيدي التانية عبارة عن أحجار مثل كريستال بس كبيرة شوي، وأبيض، واخترت أنا النيلي الأزرق الغامق، كتير بسيط. شمعة بالنص وهيك عطيتها شكل هيك مثل زهرة، لونها بيضة كمان، يعني زينيها مثل ما انتي بتحبي، بس أنا هيدا الشكل اللي عطيتها اياه. وردة ناعمة بطريقة كتير بسيطة. هلا هاي كمان
عادة منجيب هيدا منشتريه، بيجي منه ألوان وأشكال وكل واحد له عطره المميز. هيدا بالفانيليا بحبها أنا كتير، وكمان بطريقة كتير سمبل كتير كتير بسيطة. حطيتهم وحطيت شمعتي، زينتها بلون الذهبي مشان يكون مع البيج حلو، وحطيت لها هي بطريقة هي بتكون مع جاية. حطيتها هون لتعطي هيدا الشكل بعد ما لفيت الخيط عليها من تحت. هيدول انتي فينك تزيدي من عندك، اذا عندك شيء اكبر فينك تحطي 3 شمعات، كتير كمان بيعطي منظر حلو. بس انا الاناء هيدا مانو كبير، يعني مسا عندي، او بدي يكون شمعات اصغر. هيدا كتير كتير بحبه، منظره عن جد شيك. هيدا اللي كتير كتير حلو، بتحطي بقلبه. هيدي بتجي مخصوص تشتريها هيك مثل حجر ناعم مكسر، هيدا اللون. وشمعتي زينتها بطريقة بسيطة مع الوردة، هي كمان بتعطي شكل حلو. ببساطة كتير 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 هيدي الأشياء فينك تشتريها، كمان بتعطي منظر حلو. وانتي بقى تفنني مثل ما بتحبي. هاي الطريقة شوفوا ما أظرفها وما أنعمها، بقلبها هاي الأولانية. هيدا اللي بيجي بس تحطيه بالمي بتكبر، يعني مثل طابة هيك، وفي ألوان أشكال ألوان. هيدا اللي أنا بحبهم كتير. عملت تشكيلة وحطيت فيها مي، طبعا ببرطمان انتي من عندك يعني حتى ما تتكلفي. كمان بخيطنا هيدا مع فراشة هيك ناعمة، كتير كتير شكله حلو. بتحطي فيه مي والشمعة بتطلع لفوق. هاي نفس الطريقة بس حطيت بقلبه أنا صدف، مثل ما شايفين أصداف بتعطي شكل حلو. مع هيدي الأحجار من هيدي أنا بحبها، حطيت مع الشفاف والأزرق، حبيته مع الصدف، اللون الأزرق بيطلع حلو. يعني حقيقة عن جد غير شكل. هاي الأوقات ضروري إنك توجديها، تكون من يومك، يعني إذا ما انوجدت لأخلقيها، لازم لازم تكون موجودة بيومك من طقوسك. أنا من وقتي الكتير خاص ضروري، يعني عادي هيك وقتك لإلك خدي، لازم يكون هيدا من حقك أكيد. يعني هاي أنا عندي إياها كتير شكلها حلو، ممكن ببساطة يعني شمعتنا وتزيني حواليها مثل ما بتحبي. يعني مثلا الأحجار هاي مثل ما انتي بدك زيني على هواكي، اي لمسة بتعطي شكل، اما بالأحجار هاي شي من الطبيعة، اما نرجع مثلا هيدول كمان بيعطوا شكل اذا هيك داير ما دايره، مثل ما انتي بتحبي. الخيار
100% إليك. بلشت تطلع الروايح، يعني عالم تاني بجد. خليني قلك، هيدا مثلا انا عندي اياه هون هيك ازازة ملونة، حطيت بقلبها الاحجار هاي، فينك تحطي مع دول الطابات اللي بالمي اللي حاطينهم هون اللي مع المي بيكبروا، وفينك تحطي احجار عادية مثل ما بتحبي، كمان كتير بيعطي منظر حلو، يعني جو استرخاء ولا احلى. انا عندي هاي لحالة ديكورة منا وفيها، يعني ما محتاجة انا اضيف لها شي. ممكن كمان تستغليها وتحطي فيها كمان شمعة. هاي انا قبل فيديو عملته، ممكن تحطي فيها استعمالاتها يعني عديدة مثل ما انتي بتحبي. كمان اذا حطينا شمعة بيكون كتير كمان مقبولة، يعني كتير حلوة. تفنني من عندك، اذا بتحبوا شغل الكروشي انا عملت فيديو كمان زينتها بهاي الطريقة، وحطي شمعتك وعيشي جوك. هايدي كانت فيديو من الفيديوهات زيناها بالصدف وبخرز ازرق حتى يوحي هيك شكل البحر وإيحاءات البحر. كمان كتير كتير منيح وحلو شكلها، تستخدميها لشمعة دان هاي سبا وعملناها كمان، وكمان بتصير للشموع. انا كمان خليني لكم للي بتحب الكروشه هاي الى استعمالاتها العديدة، كمان شمعة مع الفراغات هون والعتمة، الشمع بده هيك عتمة بيطلع شكله احلى، بيعطي انعكاس الشمعة وبيعطي شي حلو. يعني افكار كتيرة، انتي بتكوني بدك تعملي يمكن ببالك شي بيطلع معك شي تاني، الافكار ما بتنتهي ابدا وما بتخلص. هيدول اللي عم قلكن عليهم اللي بالمي بتحطيهم، انا عاملة منها هيدا الشكل، حاطة كل لون لحاله عاطية منظر حلو. يعني انا هاي القصص بالبيت كتير بحبها، يعني ديكورات مش بطالة يعني، وليش لا، الواحد بيته مملكته ولازم يعيش وقته بالطريقة اللي بتريحه واللي بتناسبه. هاي ما حطينا لها الا هذا الاطار من تحت، طريقة كتير كتير بسيطة. اما بدك انك يعني انا هايدي كتير عجبتني.